أما هلأ رح نروح لأولى محطاتنا نور، ويمكن رح نحكي عن علاج غريب شوي وجديد شوي، ولكن أحدث نقلة بعلاج الأورام، وهو الاستئصال بالتجميد، يعني علاج يعتمد من خلال البرد الشديد لتجميد الأورمة أو الورم والأنسجة وتدميرها بصورة دقيقة. وللحديث أكثر طبعا عن هذا الأسلوب العلاجي وإمكانية وجوده قريبا في سوريا، كل هذا الشيء رح نعرفه من الدكتور ماهر سلمون، اختصاصي بأمراض الدم والزرع نقي العظام. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية خلينا نعرف شو هو، إذا بدنا نقول الاستئصال بالتجميد، آلية العمل للأورام كيف بتكون؟ تمام، هو الآلية بسيطة ومعقدة بنفس الوقت. أول شيء البساطة فيها أنه هو تبريد المكان، تبريد الورم. طبعا مو كل الأورام هي بتتبرد، أو يعني بدنا كمان نختار حسب نوعية الورم، نوعية الورم والتوضع المناسب كمان، لأنه نحن بس رشحنا مريض لهي التقنية، منرشح المريض اللي ما بيفشل معه الموضوع، ممكن المرضى بيطبق عنده. التبريد بشكل عام بلش بفكرة حفظ الخلايا الجذعية، مثلا كنا تقنيات زرع نقي نحفظ خلايا جذعية بالأزوت السائل 190 درجة تحت الصفر، لكن مع إضافة مواد حافظة للخلايا ما بتحطم الخلايا اسمها DMSO. هون تقنية مختلفة، احنا بنستخدم، ممكن نستخدم الازوت السائل 190 تحت صفر، ممكن نستخدم CO2، بس احنا بنستخدم هون تقنيه في غاز اسمه ارغون، هذا 180 تحت الصفر، هذا قادر انه يقتل هي الانسجه. لما نحن الاليه عباره عن انه اعتبري انه عندنا ورم مثلا بالكبد، مثلا كتله بالكبد 2 سم مثلا، وهذا حجم كثير مناسب، بندخل ابره او ابرتين او ثلاث ابر بحيث انه نغطي الورم بشكل كامل، وبنضخ غاز الأرغون بضغط عالي تقريبا 200 بار ذو ضواغط خاصة. الإبرة يعني الإبرة ديسبوزابل، يعني من هون تجي تكاليف الإجراء، فيك تستعملها مرة واحدة وبعدين تنتلف الإبرة. الإبرة فيها طريقين مثل أستراد، واحد بيروح واحد بيرجع للجهاز. أول واحد بجيب غاز الأرغون سائل، يعني بالحالة السائل أرغون سائل، بيضخه جوا الورم يلي بيزيد ما في فوت، بيرجع على الجهاز بيضل الضخ مستمر. نحن تقريبا العمليه بتضل ممكن على عده مراحل نجمد حتى نحصل على شيء اسمه ايس بول، وكره الثلج اللي هي بتغطي الورم بشكل كامل. اعتبري كره عم تعبيها مي، كره قدم عم تعبيها مي، بس تعبيت مي بنكون وصلنا للماكسيمال دوز يلي بيتحملها الجسم. بتضل هاي العملية 3 دقائق، ممكن تكرر مرة 2-3 حتى نوصل لكرة الثلج. هلا هاي الكرة شو بتعمل؟ الأرغون بس فات، طبعا نحن ناقص 20 تحت الصفر الخلية معرضة انه يتشكل فيها كريستالات، هالكريستالات بتخزق الخلية، ممكن تقتل الخلية، فما بالك لما تكون 180 تحت الصفر. في عنا آليتين هون، بيصير الخلية فيها نكروزس او نخر، بتنخر الخلية او النسيج. في عنا الخلية والإكسترا سيلور ماتريكس، يعني البيئة المحيطة بالخلية كمان فيها بروتينات وخلايا، يعني خلايا دموية بأنواعها، هي كمان تتموت هاي البيئة. بس الخلية تموتت بصير فيها شرينكيج، بتتقبى الخلية. الإكسترا سيلور ماتريكس اللي النسيج المحيط فيها بيكون درجة الحرارة فيه مخفضة جدا، بس تعلى الحرارة بيصير في الوسط هذا بيصير هايبرتونيك، مفرط توتر، بتفوت المي اللي فيه على الخلية مرة تانية، تفجر الخلية مرة تانية. هلأ في آليات، إذا بدنا نحكي آليات بيولوجية، آليتين نيكروزس نخر الخلوي اللي هو بتتقطع التروية الدموية وبالتالي بتموت الخلية، والتاني في شيء اسمه الموت المبرمج اللي هو موجود بالجسم بشكل طبيعي. نحنا بس صار التبريد استهدف جوا الخلية، في جهاز اسمه ميتوكوندريا هو بيعطي بيتحكم بالطاقة تبع الخلية. في بروتينات اسمها باكس، هاي الباكس على البرودة العالية بتتحرض، بتحرض شيء اسمه الموت المبرمج، تصير الخلية بتقتل حالها، بتنتحر بشكل ذاتي. طيب هاي الآلية بشكل مختصر، يعني بشكل عام حضرتك عم تحكي عن الآلية، ولكن في كتير استفسارات ومن خلال حديثك. بالبداية انت بلشت وقلت بدنا نشوف حجمها
مكانه وهل يصح انه هذا الشخص نقدر نستخدم معه؟ طيب هل في مثلا ناس معينين ما بنقدر نستخدم معهم هي مثلا ممكن يكون الورم مناسب ولكن الشخص كجسم وبنيته وامراض اللي بيعاني منها مثلا ما بنقدر نستخدم؟ فينا ناخذ تفاصيل عن هي قبل ما ندخل بتفاصيل ثانيه؟ هلا هون المميز بالعلاج بالتبريد انه هو ما له عمليه جراحيه ما بده استشارات تخدير، هو ما له جراحه قلب الاخير، ما بده تخدير، بده تخدير ممكن نعمل تخدير موضعي فقط. تخدير موضعي فقط، بس تفوت الابره خاص وما حد يحس المريض بشيء. طبعا ممكن نستعمل اكثر من ابره نحن نحن بنبعد على الانسجه الكبيره، كل ما صغر حجم الورم كل ما زادت نسبه النجاح. نحن عم نحكي عن ميديان 4 سم وتحت، اقصى حد هذا اقصى حد من حبه 4 سم. فوق ال 4 سم بدك تشوف التوضع، مثلا ورم بروستات مثلا احنا نفضل مثلا يكون كتله سنتي او سنتين ماكسيموم، يعني مش عايز اكثر من هيك. ما في ليش اكثر من هيك، انت اذا فوتي ارجون زياده في عندك نسيج هو المستقيم والمثانه ممكن ياثر بعمل شيء ثاني. ممكن اذا طلع الارجون يعني كره الثلج تجاوزت الكتله اللي هي وطلعت برا البروستات تاذي المثانه، تعمل نواسير تاذي المستقيم. بدنا نكون كثير دقيقين. مثلا بنختار مثلا كتل، مثلا عندنا كتله طريقه بنختار كتله محيطيه جنب الاضلاع، بنفتها بين الاضلاع كثير سهل تفوتيها. ما بنختار كتله مركزيه مركز رئه مجاوره للشريان الابهار والشرايين الرئويه، ممكن تاذيهم. بالكبد ما بنختار منطقه بسره الكبد، بنختار منطقه محيطيه قريبه للحافه الضلعيه، بنفتها بشكل سهل. بالكليه مثلا القطب السفلي للكليه اكثر شيء منتخب فيه هي القصص. القطب العلوي في عندنا غدة كذا، من بعد عن طرق مفرغة بحيث انه ما نأذي نسيج الكلية ولا طرق مفرغة للبول. طيب خلينا نحكي عن مزايا العلاج بالتجميد، يعني نحن حكينا عن انواع الاورام اللي ممكن فعليا ياثر فيها هي التجميد وقديش قابلية الاشخاص. اكيد في مزايا وفي اثار سلبية او ايجابية لهذا العلاج. الاثار السلبية حكيناه هو مواضيع تقنية، نحن يعني كل ما اخترنا ورم اصغر وبعيد عن الاعضاء الحساسة كل ما نجحنا اكثر. اول شغلة المزايا الايجابيه انه اول شيء ما بدنا تخدير عام، نحن فينا نتعامل مع المرضى الكبار بالعمر. مثلا في عندنا مثلا بيجينا مريضه ورم ثدي مثلا كتله وحيده مثلا 3 او 4 سم، ما بتتخدر هي المريضه، علاج كيماوي ما بتتقبل. ممكن نعطي علاج هرموني او شعاعي لكن نشاركه بالكريو سيرجري او كريو ابليشن بنسميه، استئصال بالتجميد. هي الكتله بعد ممكن ساعات لايام نروح نشوفها انها اختفت، بيمتص الدوران الجسم بيطرحها بشكل كامل. يعني هي هي الميزه، اول شيء السرعه، بعدين سرعه النتائج، ناخذ نتائج سريعه. ما بنحتاج لعمل جراحي، ما بنحتاج لعمل جراحي، نستأصل ونعمل. تمام، زائد رح لكم مثلا اورام بروستات خاصه بالمنطقه الاماميه من البروستات، الجراحه عليها ممكن تعمل اثار طويله الامد، منها عجز جنسي مثلا. هون بالاستئصال بتجميد هذا الشيء ما انه موجود، هذا بجوز في ناس صغار بالعمر بده يحتفظوا بالوظيفه الجنسيه، الاستئصال هون بتجميد هو خيار جيد جدا. طيب دكتور، يعني اولا وحضرتك عم تشرح الاليه، يعني فعلا الواحد بحس حاله قديش نحن العلم تقدم وتطور وقد ايه نحن قادرين فعلا. هلا قلت هالتقنيه قريبا بدها توصل لسوريا، هو موجود الجزء الاكبر منها، الجزء الاكبر ولكن بس هلا بس ناقص هي ضواغط الغاز، لانه غاز الارجون بده يكون ضغط 200 بار، هون ما عم نلاقي بالبلد 20 او 30 بار. ممكن نجيب نحن قدام مولد او شيء، نجيب الغاز بجرر جاهزه ونعمل نحن يعني عمليه التوليد. ايه، اما الضواغط اذا توفرت وطنيا، لانه يعني عده جهات سواء خاصه او عامه بتشتغل بالنيتروجين السائل او الازوت السائل، اكيد توفر عندهم هالهيك، بس الضغوط العاليه للاسف انا توفر البلد، بتصور شهر بتتوفر القصه. طيب قد ايه هي ممكن تفيد؟ يعني اليوم نحن بنشوف عم نحارب اغلب الامراض او الاورام اللي موجوده وبالاخص الاورام السرطانيه الخطيره، وبنعرف العلاج الكيميائي قد ايه مكلف والعلاج بالاشعه واعراضهم الجانبيه في اشخاص يعني ممكن ما بتتحمل هي الاعراض لفترات طويله، لا بسبب الحصار صار في نقص حتى بموضوع العلاج الكيميائي لدى كثير من مرضى السرطان. قد ايه ممكن يكون هو بوابه امل لكثير ناس؟ وهل هو تكلفته مهما عليت بتضل اخف من الشعاعي والكيميائي وما الى ذلك؟ بحكي باختصار انه الناس يلي ممكن ياخذوا هذا العلاج هن عده انواع من المرضى.
اول شيء المرضى يلي بدك تقولي عندهم توضعات ورميه حرجه يعني مناطق حرجه ما بتوصل للجراحه، العلاج الشعاعي ممكن ياثر على النسج المحيطه، ناس ما استفادوا لا على العلاج الكيميائي ولا المناعي ولا الشعاعي يعني ما قدم لهم شيء، بضل هذا احد الحلول. الناس الكبار بالعمر ما عندهم فرصه تخديريه، هدول الناس، هدول التارجت تبعنا بادخال هاي التقنيه البلد صراحه. وصارت دخلت يعني عالميا موجوده، صارت دخلت دول مجاوره بالاردن ولبنان صار سنين يعني. بقى هلا صار الوقت تفوت على سوريا، ويعني بصراحه تصير ثقافه، لانه اي شيء جديد معرض دائما للرفض. صحيح. رفض اول شيء شعبي والطبي بدرجه اولى، لا والطبي بدرجه اولى، ومرد هذا الرفض الجهل البيولوجيا تبع العلاج، انه شو العلاج بالتجميد، يعني بتضل الكتله ما بيعرفوا الكتله رح تدوب بشكل كامل ما رح تضل ابدا. فكانه انت عملتي جراحه اسمها ابليشن، ما اسمها تجديد، ما اسمها تجميد، ما اسمها فريزنج. فريزنج يعني تجميد، هي اسمها كريو ابليشن، يعني الاستئصال بالتجميد، انت استأصلي من خلال تقنيه التجميد. طيب دكتور، خلينا نحكي عن نسبه الشفاء، قديش بتكون مضمونه؟ نسبه الشفاء ورح نحكي عن انتكاسات، هل ممكن نشهد انتكاسات بعد هيدا العلاج؟ طبعًا. يعني نحن بنعرف انه بعض الحالات يكون في انتكاسات بسنوات مقبله. هلا نسبة العلاج قديش المريض بيستفاد، خلينا نقول قديش المريض بيستفاد. صحيح. حسب التوضعات، انا راح احكي لك على الداتا العالمي. مثلا باورام الكليه نسبة الفائدة 60-65%، باورام الكبد 75%، باورام الثدي ممكن تكون قريبة على الجلد هي 92%. في اورام الجلد مثلا نوع ساركوما كبوزي مثلا، الداتا تبعها 98% نسبة الشفاء، هي بشكل كرات بتصير تحت الجلد، ممكن هي سهل الوصول إلى، التكاليف تكون أقل، عدد الأبر المستعملة أقل. طبعاً عدد الأبر هون عم نحكي لأنه الأبر فيه إلى قياسات، كل نسيج فيه له قياسات، مثلاً لأنه بتستعملي كرة مثلاً كتلة بالثدي أو كتلة تحت الجلد، غير لما بتشتغلي على الكبد بدك أبر قياسات أعلى، بدك ضغط أعلى، يعني وتقنية كمان خبرة أعلى للطبيب. أكيد. طيب دكتور، نحن بشكل عام يمكن بقى معنا دقيقتين لنهاية وقتنا اليوم، خلينا هيك نعمل ملخص صغير، قديه اليوم هذا العلاج الجديد اللي رح يتطبق عنا بسوريا قديه رح يكون في له فوائد، وقديه بنفس الوقت يعني خلينا نقول رح يعطي فرصة حياة وأمل لكثير من الأشخاص اللي هن بخافوا من العمل الجراحي. يعني في أشخاص بيقول لك إذا عندي كتلة صغيرة أو ورمية أنا ليش لا أعمل جراحة وأنا وخاطر. وفي أشخاص نحن بنعرفهم بيكون مثلا التخدير مؤذي بالنسبة لهم، يعني إذا عنده مرض صدر كبير ممكن إذا فات بالتخدير ما يقوم منه، فإنه هذا النوع لا رح يكون هو. خلينا نكون واضحين، الناس يلي ويلفت يعني جسمها كويس بتتخدر، يعني بتتقبل علاج كيميائي وشعاعي، هذا العلاج ما له بديل عنهم ابدا. بس مشان نكون واضحين يعني هذا اسلم لهم يروحوا على الشعاعي والكيميائي. اي تمام، لانه مثلا ورم ثدي نحن بدنا نشيل الكتله ونجرف تحت الباط لنعمل ستيجنج للهيك. الاصابات تحت الباط بتكون مجهريه، انت ما فيك تجمديها، يعني هذا الشيء غير مقبول. نحن عم نحكي عن ناس ما عم تستفاد على العلاج، ناس ما تقبل تخدير، ناس عمرها ما بيسمح لها تفوت عمل جراحي او تفوت على علاج كيميائي باعراض جانبيه عاليه، هذا العلاج بديل. هلا الفائده لنا ممكن تكون حسب العضو. صحيح. من 60-90%. هلا نسبه انه ترجع محلها كثير قليله، بس هذا الاجراء ما بيمنع انتقال الورم اذا في خلايا موجوده لمكان اخر بصراحه. يعني ما بيمنع انتشاره، لا هو ولا غيره ما بيمنع انتشاره. يعني ممكن في ناس بتطيب بعد سنه بيرجع مره ثانيه بيظهر عندهم الورم باماكن اخرى. تمام. يعني حتى ممكن العلاج بالتبريد يطبق مره واثنين وثلاثه على نفس المنطقه اللي تبردت سابقا، اذا نكست المنطقه ممكن يطبق عليها العلاج بالتبريد، وهذا كمان بحد ذاته امل. يعني ناس عندها اصابه كبديه وحيده. صحيح. فهي شافيه تكون كبيره مرتين ثلاثه. كيف تكلفته رح تكون كبيره؟ يعني احنا بنعرف قديش العلاج الكيماوي خاصه مكلف نوعا ما. هي بصراحه التكلفه مو بجور الاطباء ولا بال بثمن الجهاز، هو غالي نوعا ما. والابره لانه الابره تقريبا يعني رقم، يعني ممكن المريض يستهلك ابره 2-3-4 ما بنعرف، كل ما صغر الورم كل ما قلت عدد الابر. يعني
اكيد هون 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 التكلفه، لانه الابره رح تاخذيها تكبيها بعدين. صحيح، لو بتتعقم كان التكلفه تنزل كثير. بالنهايه نحن بكل الاحوال عم نقول انه في تقنيات وفي امل ان شاء الله لكثير من المرضى، ممكن من شهر شهر ونص ان شاء الله. صحيح، نحن بلشنا فيها برا البلد بلبنان من 4-5 مرضى، وان شاء الله هون بال ان شاء الله يا رب نتمنى التوفيق لكم، وبنتمنى الشفاء لكل المرضى. شكرا لك دكتور لوجودك.